محشي ورق العنب اذا كنا هستعمله بارد او سخن بيبقى فيه خضره من جوه، اعشاب، طماطم، صدور فراخ هستعملها معاه، واستعمل فلفل مع بصل الوان بتبلهم بملح وفلفل. الموضوع هيكون بسيط جدا، ازاي ابتكر انا حاجه من دي مختلفه شويه باضافات بسيطه. هجيب هنا صدور فراخ من غير جلد او عض، بخليها من هنا، اتاكد ان انا نفتحها بالطريقه ديت، افتحها من النص وبعدين هبططها او افردها. نجيب ده هنا وده هنا ونفردهم. بجيب كيس بلاستيك من المطبخ برقها جدا، بخليها رقيقة. فدي أول خطوة. بعد كده باجي أتبل ده بشوية هنا ملح وفلفل، وبعدين نشوف نحشيهم ايه. شوية فلفل اسود، وبعدين بلبس جوانتي تاني اهو، ونبتدي نلفه. نجيب ورق العنب في واحدة، نشوف ممكن نحط واحدة او اتنين جنب بعض، ممكن اتنين جنب بعض، والفراخ التانية نحط فيها فلفل ملون. دي بقطع بلفها بالبلاستيك رفيع جدا، يعني دي بيكون حجمها. اقطع دي واخدها، اتاكد انها ملفوفه هنا، والفها في بلاستيك زي فكره السجق. وصل لها مكان هنا، بس نتاكد ان كل حاجه جواها ومتغطيه بالفراخ، لان هو ده الاساس، اللون اللي احنا عايزينه يطلع. نلفها كده وبقفل عليها، خليها هنا على جنب. ورق العنب بعمله بنفس الطريقه، نجيب ورق العنب هنا، يبقى انا حاطط ورق عنب جوه الفراخ. بعدين بجيب البلاستيك نلفه فيه، وبعدين هنلف ده في ورق ألمونيوم. يبقى عندي دوت الفكرة الأساسية هنا اهو. ألوان فراخ لونها أبيض جواها خضرة، أو الفراخ لونها أبيض جواها ورق عنب. للأمان هنا أحط ديت بعد ما بلفها في البلاستيك، ونقفلها جامد هنا ونقفلها جامد هنا، وبسلقها. ودول ممكن أعمل معاهم صلصة. نجيب شوية من الزبادي، شوية صغيرين هنا، شوية نعناع. اتأكد ان السكينة اللي استعملتها للفراخ قطعت الفراخ، ما بستعملهمش تاني. استعمل قطعة جديدة، سكينة جديدة، وايدي ما تكونش لمست الفراخ لو استعملها مع اكل تاني. حط شوية من النعناع، تبل ده بملح وفلفل. لو عايزين تحطوا شوية توم ممكن، بس خلينا بنقول فينجر فود، يعني معناها حفلة، يعني معناها اللي بياكل هيبقى يعني في أكتر من حد، فنبعد عن التوم في الحاجات دي. نجيب شوية ملح وفلفل، نتبلهم
وبعدين ممكن شويه هنا من الخيار عشان تبقى زي سلطه الزبادي المتعارف عليها، ونحطها هنا مع شويه زيت زيتون او زيت عادي، شويه من الزيت مش هكتر هنا اهو، ونجيب الاطباق اللي هنقدمهم فيها. نخلي واحده خضراء زي ما هي كده، نحط عليها شويه نعناع، التانيه تبقى حمراء. الفراخ اللي احنا عملناها عباره عن ايه؟ فراخ محشيه ورق عنب، وفراخ محشيه تبقى حاجات صغيره جدا، دي بتبقى نوع، نجيبها هنا نحطها في الطبق. وزي ما انتوا شايفين حسب الحشو اللي انتوا حاطينه جوه هتطلع الالوان بتاعتها.